يعطيك العافية معلم. أهلين وسهلين، دوين مشوارك؟ على المهاجرين لو سمحت. إيه تكرم عيونك، أهلين وسهلين. العمى شو هالحالة هاي؟ رح نهب من الشوب. لازم يلزموا كل شوفريت تكاسي ركبوا مكيف، والسيارة اللي ما فيها مكيف لازم تتخالف. معك حق أستاذ، صار ضروري المكيف. شو هالشريط اللي حاطه؟ إذا مو عاجبك مغيره أستاذ. إيه غيره، لأنه ضاج راسي. ولا لا بلا كلها، طفيها المسجلة، طفيها كلها يلا. تأمر يا سيدي، ها؟ وهي طفيناها. ولك اشتهيت شوف شوفير تاكسي بيحط أشرطة ظريفة، ما في مجال، كل الشوفيرية أشرطتهم مشرشحة. لك يا حبيبي استعجل لك شوي، رح نفطس من الشوب، شبك كأنك ماشي على بيض. يا أستاذ شوفت عينك، الطريق معجوق وما بقدر أسرع أكثر من هيك. لك يا حبيبي دبر راسك، مو ضروري تمشي على الطريق العام، فوت من بين الحارات. لسه مشوارك بعيد يا أخ. شو مليت؟ مو قصة مليت، بس رح أضيع بصراحة، هي أول مرة بفوت هيك فوتي بين الحارات. روم طريقك يلا. خير؟ شايفك وقفت. والله يمكن هالطلعة قاسية شوي على السيارة يا حبيبي. إيه لا سيدي مو قاسية، أنت قول إنه سيارتك مهرهرة ومو خرج تمشي بهيك طرقات بيكون أحسن. مثل ما بدك، سيارتي مهرهرة بقى، يا ريت تنزل وتكمل مشي إذا بتريد. لا والله ما حذرت، لأنه لو بدي أطلع لفوق مشي ما كنت أخذ تاكسي. بقى حط أول واتكل على الله. يلا بس هون عندك على مين؟ بس ايوه بس. لا حول ولا قوه الا بالله، حميت السياره وطلعت ريحه الدبرياج. معلش هلا بتبرد لحالها. قد ايه طلع حسابك؟ 46 ليره. 46 ليره سيك، ما معي غير 35 ليره، دبر حالك فيه سيك. 35 ليره 35 ليره